رفيقاتي، رفاقي، صديقاتي، أصدقائي، اسمحوا لي نحب باسم كل مناضلات ومناضلي مجموعة أماميات وأماميون توانسة في سويسرا أن نعزي كل أفراد عائلة رفيقي وصديقي الفنان الأممي ياسر الجرادي، ونعزي كل حبيبات وأحبابه وكل صديقات وأصدقائه، ونقول لهم ونقولنا البركة فيكم والبركة فينا. كما أكيد برشا ناس، il m'a été très très difficile de rompre ce silence. لكن le devoir de mémoire, le devoir de fidélité, et حتى معليا اليوم أن نتقاسم معكم mon vécu partagé aux côtés de ياسر الجرادي. ناس كل تعرف ياسر الجرادي الفنان، cet artiste authentique artiste, artiste jusqu'au bout des ongles. Mahomsh, la richesse de ses crayons de couleur. Yannou Yesser, le sculpteur, le calligraphe, le céramiste, le metteur en scène, photographe, cinéaste, musicien. Mouchehedom li amlou, men Yesser, ce qu'il a été. Non. Yesser Jeradi Fennen. ومام في الكلمة بالمعنى لأنه كان حامل لمشروع ثقافي ومشروع فني في قطيعة تامة مع نظرة الاستهلاك الآني والسلبي للفن. كان قاطع مع أن الفن مجرد أداة بروباغندا حزبية وإيديولوجية. لكن ياسر كان منخرط في مشروع ثقافي وفني اللي بلاش بيه كل ثورة على كل أشكال الاضطهاد الوطني والطبقي والجندري والجنسي إلى غير ذلك كانت محكومة بالفشل بدون مشروع ثقافي وفني كما اللي كان حامل ياسر الجرادي. لكن هذا ما يعنيش أن ياسر الجرادي كان من دعاة الاستقلالية وأنه يعيش في برج العاجي. هذاك علاش كمناضل سياسي، كمناضل أممي، يحتم علي اليوم ونحكي لكم على ياسر الجرادي المناضل سي اللي خاض تجربة تنظيمية رغم تواضعها ومحدوديتها. أنا عرفت ياسر الجرادي من 96، لكن تنحكي لكم على ياسر الجرادي ودوره في حركة المقاومة الثقافية في تونس. لكن نحب نقول لكم باللي ياسر الجرادي التحق بحركة نوادي السينما أساسا في 2000، كان في حركة سينمائيين الهواة من التسعينات. دايرا أنا عرفته في حركة سينمائيين الهواة في 96، تنقول لكم فانا إطار. لكن في 2000 ياسر الجرادي هو اللي افتتح تظاهرة سينما السلام نقطة استفهام، الدورة الأولى. ومن وقتها قرب برشا لنادي تونس اسونسيلمون وللمجموعة. كان فما برشا مجموعات مؤثرة في حركة نوادي السينما، ومن بين المجموعات هي مجموعة اللي كانت قريبة برشا اللي فيها مناضلين مخالطين مباشرة لكن فيهم المتعاطفين من الديناميكية اللي خلقتها مجلة قوس الكرامة. وياسر الجرادي بيحسوا قرب أكثر للمجموعة هذه وإلى حدود الضرب جوع اللي قام به رفيقي جلال الزغلامي بعد المحاولة، بعد الاعتداء المجرم اللي تعرض له كان يؤدي بحياته. ياسر الجرادي قرر وحده أنه يتصل بنا ويتصل بالمجموعة وينخرط بشكل مباشر في توزيع قوس الكرامة، خاصة أنه كان يحضر على هامش حركة نوادي السينما في نقاشات مجموعة ريد اللي هي تجمع من أجل البديل العالمي للتنمية، لوغاسومبلومون بو ان التيرناتيف انترناسيونال دو ديفلوبمون. وهذا اللي سمح لياسر أنه وقت اللي صار بيان 1 ماي 2001، البيان اللي كان إفراز لنقاشات خاضتها مجموعة من المناضلات والمناضلين اليسار الثوري التونسي أساسا اليسار الماركسي، منهم القائد الرمز شكري بالعيد، جلال الزغلامي، أحلام بلحاج، حليمة جويني، سامي سويحلي، أسماء فني، برشا من الناس اللي كانت تهدف تحب تطمح لتوحيد اليسار الثوري التونسي. ياسر الجرادي كان رغم أنه ما خاضش مباشرة النقاشات لكن ما تجرأ ما إنا با إزيتي أون سول سكوند وصحح بين 1 ماي 2001، يعني ما كانش مع الاستقلالية التنظيمية كفنان، بالعكس. لكن بون الحركة هذيك والبيان هذاك نا با دوني بلوس كو إمكانية أنه يرسي
امكانيه بناء وتوحيد بعض اطياف اليسار الثوري التونسي. لكن فما مجموعه انبثقت على الحراك هذاك ووصلت النقاشات الى حدود 1 مايو 2003 وخرجت بيان، هي مجموعه بدائل اشتراكيه. والرفيقه اللي كانت مسؤوله انها تتصل بالرفيقات والرفاق والمناضلات والمناضلين والمتعاطفات والمتعاطفين في المقاومه الثقافيه، كان منهم ياسر الجرادي. الرفيقه هذه هي نجمه اخرى من اليسار الثوري التونسي ومن حركه المقاومه الثقافيه، الرفيقه اسماء الفني يرحمها، هي اللي اتصلت بياسر الجرادي وأعلمته بتأسيس حركة مجموعة بدائل اشتراكية. وياسر الجرادي لا يو لا ريبونس كي لو ريسومبلي، وقت قبل حتى ما يقرب التأسيس قال لها هانا ما عادش أيتام، مبروك علينا. سيدي سي دو بروميير فراز قبل حتى ما يقرا البيان. ومن وقتها ياسر الجرادي انضبط لهيكل من هياكل مجموعة بدائل اشتراكية، خاصة الهيكل اللي يشرف مباشرة على العمل الثقافي. ياسر الجرادي جاء لسويسرا في أواخر 2003، آخر نوفمبر، لكن جاء في اون ريزيدونس ارتستيك او فات، لكن لا ايتي انستالي في بيرن. والشيء اللي جعل من غربته أصعب وأصعب. دونك إلا باسي لي دو تيير نتاع السيجور نتاعو ارتستيك بلوتو أ جنيف معنا، معايا إيسونسيالمون. وياسر الجرادي شارك في كل المعارك اللي تخاضت هوني في سويسرا، وبعد نحكي لكم، وفي باريس في جان في 2004. وفي كل تحرك، وما كانش اكيد كل تحركات من القضيه الفلسطينيه وفي الدفاع عن المهاجرات والمهاجرين، لكن كل معارك ضد العولمه، مظاهره التظاهر الكبيره اللي تخاضت هوني في جنيف ضد الاو ام سي لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس، ياسر الجرادي كان في كل البيانات يصحح. ياسر الجرادي ما يحطش فنان، يحط بدائل اشتراكية. سا سي بور ليستواغ. ياسر الجرادي كي مشى من هوني لباريس في جان في 2004 باش يشارك في الفورم سوسيال مونديال، اي سي لا و إلا أو سون تو بروميير كونتاكت افيك فيا كامبسينا، وصحح باسم ياسر الجرادي مناضل عن بدائل اشتراكية. وقبل ما يروح هوني، قبل ما يعمل ليكسبوزيسيون تاعو، خاطر إلى فيني sa résidence artistique par une très très belle exposition de calligraphie en jouant un peu sur la, le khat ou le char, mais aussi la matière. Il a travaillé sur le bois et sur les plexiglas. C'est une très très belle exposition qui a fini par la suite fi maktab diwan fi Houni, fi Genève. Qabal ma tsakr. Yasser Jaradi kan taharrak kbir qdam sfarat Masr لهنا، بعد موقع بعد حملة القمع ضد رفاقنا الاشتراكيين الثوريين في مصر. وياسر الجرادي دخل وأمضى بيان المساندة باسم ياسر الجرادي عن بدائل اشتراكية. ورغم كما كنت نقول هي تجربة كانت محدودة جدا وصغيرة، لكن كان لها الميريت أنها تسلح العديد والعديد من المناضلات والمناضلين، وتحقق لهم une perspective révolutionnaire il a houdoud halen la dissolution de cette organisation fi décembre 2008. هذا هو ياسر الجرادي. يعني الظروف الموضوعيه ما سمحتش ياسر الجرادي، كان مستعد ان يكون ايضا مناضل في هيكل تنظيمي سياسي واسع. هذاك علاش ما il n'a pas hésité une seule seconde عند تشكيل الجبهه الشعبيه في تونس، انه يساهم بشكل مباشر في 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 اثراء تجربه الجبهه الشعبيه. انا شخصيا عرفت ياسر الجرادي في 96، كان هو في نادي طاهر الحداد، في نادي السينمائي اللي هو طاهر الحداد، وكان ب اون انيسياتيف دو نساء ديمقراطيات ومجموعه وجمعيه المحامين شبان في عز حرب الاهليه في الجزائر، وفي سنوات قمع فظيع في تونس، ان غولو كومبريسور تاع جهاز القمع تاع بن علي، وفي لفترات ما توحدتش وما صارتش تنسيقيه من جديد بين الجمعيات، وبمبادره من نساء ديمقراطيات مجموعه من الجمعيات بما فيهم نوادي السينما
انا كنت في نوادي السينما اسمها، قررنا ان نسير تحرك في 96 جانفي 96 في رمضان من اجل الجزائر، وشعار وقتها التحرك كان نريد عيدا الجزائر كفى شعبها ما جزر. وكانت لي لا ريسبونسابيلتي ان نتصل بالرفيقات والرفاق في الحقل في حقل المقاومه الثقافيه. اي سي لا او جو في لا كونيسونس دو ياسر الجرادي، وكان من القلائل في نادي طاهر الحداد انه يتفاعل بشكل ايجابي مع الحركه هذيك على تواضعها. ثم ياسر الجرادي كي التحق في كي تقابلنا في الفيفاج، كان هو في نادي تونس، نادي سينما تونس قبل ما يولي نادي سينما جبري ديوب منبتي، كان زاد في طاهر الحداد في نادي سينما اللواد، وكان فما لقاء مهم في 99 في لو فيفاج الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم لونفونس لا جونيس في سوسه، وكانت فما ديناميكيه تاع اون سارتين راديكاليتي كلنا امبوزي ضد قياده المهرجان وقتها. واستغلينا المحاكمه اللي تعرض لها مرسل خليفه من اجل تلحينه لقصيده محمود درويش انا يوسف يا ابي. ف انا كومونسي دابور بار لونسي اون بيتيسيون من الناس اللي ساهمت بشكل فعال في ترويج رغم توت لي تونتاتيف دانتيميداسيون والتهديدات اتسيتيرا. ياسر الجراد يلعب دور كبير هام جدا في فينالمون انا فيني باغ، كان من الناس اللي حمات التحرك هذا، هو يرحمه رفيقي وصديقي المبدع نصري حجاج من فلسطين، بابا طاهر الشريعة اللي أمضى على العريضة كمواطن تونسي وكمواطن من بوركينا فاسو، رفيقة مخرجة من 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 الجزائر حرية السايحي، هما كي تي يعني هما كي نوزو اوفير لا بروتيكسيون ضد إدارة المهرجان والبيروقراطية اللي بعثت لنا بوليس بن علي. وياسر الجرادي داير إلى دوني أن كونسير إهداء لمارسيل خليفة. ثم ياسر الجرادي انخرط بشكل فعال في كل دورات تظاهرة سينما السلام نقطة استفهام، رغم كل ما تعرضت له. نفكر في الدورة الثانية لتظاهرة سينما السلام نقطة استفهام في يومها الثالث، وقع منحها، ووقت اللي جزء من قيادات انذاك الجامعة التونسية لنوادي السينما تنسق مع البوليس، وجزء اخر يفوزي يلعب في لو بومبيي يهدي ويطفي. ياسر الجرادي فوزي بارتي دو سو كي فولي ابسولومون ديفوندر لو دووا دي سينيفيل، لو دووا دو لا جونيس تونيزيان في انها تواصل تظاهرتها، وما وخرش وقعد ثابت. وقت اللي دار ثقافه بنور الشيخ كانت متوقه بالبوليس السياسي، ياسر الجرادي بكل برود دم مي افيك ان كالم افيك اون زينيتود انيغالابل، ياسر الجرادي نا با ايزيتي. دونك بالنسبه لي ياسر الجرادي وي سي ان ارتيست، مي ياسر الجرادي اوسي سي ان ميليتون انترناسيوناليست جوسكو بو دي زونغل. ونستغل الفرصه هذه انه نحل يدي وندفع سي ان ابيل او فيت ا توت لي زامي ا تو لي زامي ا توت لي كامارات توت لي كامارات تو لي كامارات دو ياسر الجرادي دورغانيزي ان بيل اوماج، et surtout de publier quelque chose, un livre, réaliser un court-métrage, pour rendre hommage, ne serait-ce que pour la mémoire. Ahna, on a loupé ça pour plusieurs d'autres militantes et militants qui nous ont connus, qu'on a connus et qui nous ont quittés. Je pense qu'il est temps aujourd'hui à nous marier, c'est le jeudi, à nous, notre nazmou, ou à nous, en tout cas, je suis à la disposition. Rafiqati ou Rafiqi fi collectif des internationalistes tunisiens et tunisiens en Suisse, nous sommes tout à fait prêts à prendre part à cet hommage. Tout ce que je peux dire à Yasser, c'est que No pasaran, lan yamurru, patria o muerte, venceremos.